ألبان الإبل ثبت يقينا من خلال دراسة علمية أجريت مؤخرا أنها تعالج مرض ارتفاع السكر في الدم، مرض السكري، بشكل مذهل، حتى إن بعض الباحثين سمى هذه المادة بالذهب الأبيض عندما وجد له فوائد كثيرة جدا. الشيء الثاني، للأسف كل من يريد أن ينتقد الإعجاز العلمي يأخذك إلى أبوال الإبل. لا يوجد في الإعجاز العلمي ما يسمى بالعلاج بأبوال الإبل، هذه مسألة طبية، ولدينا حديث نبوي شريف أمر مجموعة من الناس أن يأخذوا أو يتناولوا هذه الأبوال والألبان وشفاهم الله. فالحديث لا يأمرنا أن نتناول أو لا نتناول، ترك النبي صلى الله عليه وسلم المجال مفتوحا للبحث الطبي، فقد يثبت الطب الحديث فوائد أو لا يثبت، قضيتان منفصلة. ولكن البحث الذي اطلعت عليه مؤخرا، أحد الباحثين في جامعة ألباني في أمريكا، وهو باحث من أصول عربية، جاء بكمية من بول الإبل وأخضعها للتحليل، وهذا الكلام في مركز أبحاث السرطان التابع لجامعة ألباني، ووجد شيء مذهل. أول شيء، وجد أن هذه المادة بول الإبل مادة معقمة تماما ونقية. الشيء الثاني، أنها لا تفسد إذا وضعت في درجة حرارة معينة في الثلاجة، حتى بعد سنتين لا يفسد. الشيء الثالث، أن فيها مواد يمكن أن تستخدم لعلاج السرطان، وهذا البحث منشور وموثق ضمن يعني أبحاث جامعة ألباني الأمريكية. إذن نحن نقول، عندما يأتي العلم ويثبت شيئا لابد أن نعترف به، وبالتالي القرآن الكريم أمرنا أن نتأمل هذه المخلوقات العجيبة. قال تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ صدق الله.